شارف موسم التفاح على الانقضاء. تقطف زين الدار آخر ما تبقى تقريباً من الثمر الأحمر. في الجولان السوري المحتل ينتظر الأهالي الموسم على أحر من الجمر، فهم يعدونه جذرهم الممتدة في الأرض. هيدي الأرض اللي أنا وأنا تعبانة فيها، من عدور سورية هي نحن منعيش منها، وأكلنا وشربنا وولادنا وكل شيء كرمتنا أرضنا. أكثر ما بات يهدد الزراعة المزدهرة هنا هو مشروع مراوح الطاقة الإسرائيلي الذي يهدد قرابة 4000 دنم من أراضي المواطنين السوريين. الحكومة الإسرائيلية فضلاً عن تأكيدها دعم المشروع باعتباره مشروعاً قومياً، أعلنت مخططها لإنشاء مستوطنتين جديدتين ولمضاعفة الاستيطان ليرتفع عدد المستوطنين إلى 50,000 خلال 5 أعوام ومن ثم إلى 100,000. أنا بدي كل مستوطن في أرض الجولان وفي أي أرض عربية يعود إلى ما حيث ما أتى. نحن لا نريد مستوطنين لا في الجولان ولا في غير في الجولان. لا مراوح لا عمدان عندنا في أرض الجولان. نجي ندافع عن أرضنا ونطلع ونكون ضد الاحتلال. أنا ضد الاحتلال وضد أي مشروع بيعملوا بأرضي. نحن أرواحنا في أرضنا، هذه الأرض هذه لقمة عايشنا وعايش أولادنا من وراها، نحن عايشين وراها، فيش عندنا مصدر معيش ثاني. وبعدين هذه أرض محتلة ممنوع يغيروا فيها شيء. بدنا ندافع بدنا نموت على ترابك يا جولان. احتجاج شعبي لأهالي الجولان رافض للاحتلال، تزامن مع انعقاد مؤتمر مجلة مكورشون الإسرائيلية اليمينية في جنوب الجولان بمشاركة رئيس الحكومة والرئيس الإسرائيلي. وقد رأى المؤتمرون أن الجولان غاية استراتيجية. عند كل مفترق سياسي جديد يؤكد أهالي الجولان السوري المحتل قاعدة واحدة، أنهم بانتمائهم الوطني وبأرضهم سوريون وليس للاحتلال الإسرائيلي مكان بينهم. هناء محاميد من قرية مسعدي في الجولان السوري المحتل، الميادين.